معايا على التليفون استاذ محمد رشوان محامي كابتن احمد رفعت الله يرحمه. استاذ محمد اهلا وسهلا بك، تحياتي مساء الفل. مساء الخير، تحياتي يا استاذ ابراهيم وتحياتي لكل مشاهدينا في جميع انحاء الوطن العربي وتحياتي لكل البرنامج الفني. ربي يبارك في عمرك يا رب. خليني اسالك مباشره، كيف هو او كيف هي الامور فيما يتعلق بالتحقيقات الخاصه بملف احمد رفعت بالكامل واللي اعلنت عنه وزاره الشباب والرياضه واللي قلنا هنا بالامس احنا شاورنا كاعلام وده دورنا وقلنا انه هنا في مشكله والوزاره قالت احنا تلقفنا هذه المشكله وبدانا التحقيقات، فماذا عن هذه التحقيقات؟ هل بالفعل بدات؟ هل دعيت بصفه حضرتك محامي للاعب ام لا؟ طيب هو الاول انا هعلق على الجزئين اللي حضرتك قلتهم، الجزء الاول المعلومه فيما يخص التحقيقات، انا بالفعل التحقيقات بدات من ثاني يوم اصدار القرار من معالي وزير الشباب والرياضه، وتوجهت اللجنه القانونيه لشكلت بهذا الامر الى مقر اتحاد الكوره، ودي معلومات انا عصرتها وحضرتها واتصلت بيها وعرفتها، وتوجهت اتحاد الكوره لفحص عده مسندات منها مسألة احتراف اللاعب في فريق الوحدة الإماراتي وكيفية الإعارة والقيد على النظام الخاص باتحاد الكرة والبطاقة الدولية وما ذلك، ونما إلى علمي برضو أنه اللجنة اطلعت على بعض عقود اللاعبين المحترفين المصريين في الخارج عشان اللجنة القانونية تعرف مسألة خروج اللاعبين كيف يتم، وطبعا نظرا لسر التحقيقات. لا لا، ثانية واحدة. حضرتك بتقول أنه اللجنة طلبت الاطلاع على عقود اللاعبين المحترفين المماثلة لنفس حالة أحمد رفعت، صح كده؟ أنا فاهم صح؟ حصل يا فندم، وتحصلوا على بعض العقود منها محمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد، وعشان لهم نفس الموقف في مسألة التجنيد يا أستاذ محمد، صح كده؟ ليه بقى يا فندم؟ عشان أيوة. الجملة اللي سيادتك أصلتها في برنامجك أيوة، وهي جملة المعايشة. عظيم. الجملة دي استوقفت اللجنة عشان نفهم يعني إيه جملة معايشة، فاتضح للجنة إنه يعني أغلب، أنا مش هحصر ومش هتكلم عن أسماء، لكن هذا هو الحال، هذا هو يا فندم الحال في، وانت لما قلت انا بشاور، ده كان اهم حاجه في الموضوع، لانه اتضح يعني حضرتك عايز تقول ان احنا العقود اللي عندنا اللي احنا بنخرج بيها اللعيبه اللي بنفس الموقف ده بتخرج اسمها فتره اعاشه زي تريزيجيه ونفس اللعيبه الحاجة بتقول ان هم جابوا عقودهم، احنا شغالين بالنمط ده؟ طالما انه اللاعب يقضى عليه فتره التجنيد او في السن المطلوب للتجنيد يبقى هذا هو الامر. ده ومين المسؤول عن الصيغه بتاعت فتره الاعاشه وهي ليست بفتره اعاشه وهو عقد احتراف كامل للاعبين؟ يعني هو ده بقى المساله اللي حضرتك بتتكلم فيها او اللي بيناقشها الاعلام وبيشاور عليها، اللي هي من ضمن النقاط المهمه في الموضوع، اللي هو ازاي نعالج الموضوع ده الموجود حاليا، هل سيتم معالجته ويتم معالجته ازاي؟ ده محتاج قرارات بقى ومحتاج تواصل الجهات المسؤوله عن هذا الامر. طيب خلينا نفرق ما بين نقطتين علشان المشاهد يبقى مركز معانا. هناك موقف له علاقه بلاعب لم يطلب للتجنيد او مطلوب للتجنيد ولكنه لسه ما وصلش ل 28 سنه، فبياخد كل شويه نوع من انواع التصاريح اللازمه. وفي واحد تاني مجند، ودي حاله احمد رفعت، هو كان مجندا. الله ينور عليك، لانه ملتزما بوحده عسكريه. ما هي دي المعلومات التي لم اسمعني يا استاذ محمد، معلش، هذه المعلومات لم تكن متاحه في نفس اليوم اللي كان الله يرحمه احمد توفى، انما اصبحت الان المعلومات متاحه وبكثافه في هذا الامر. فهناك فارق ما بين حاله احمد بقى دلوقتي اللي احنا بنقول ان هو راجل مجند، وهذا المجند يتبعه بالضروره انه يروح يسلم نفسه في وحدته العسكريه، وما بين زي تريزيجيه او مصطفى محمد او هم بياخدوا تصريح وبيرجعوا تاني. نشرح للناس الفارق ونعرف ايه اللي حصل هنا وايه اللي حصل هنا. معلش السؤال تاني يا استاذ ابراهيم، معلش. نشرح للناس الفارق ما بين التصريح اللي بيتاخد بالشكل ده والموقف بتاع احمد رفعت، وليه احنا شغالين لحد دلوقتي بنظام ان هي دي معايشه واحنا اصلا مش معايشه، دي ده احتراف يعني. هو السؤال الاخير بتاع شغالين كده ازاي، ده يسال فيه المسؤولين في وزاره الشباب والرياضه واتحاد الكره المصري. ماشي. انما موقف احمد رفعت كان مجندا منذ ان كان لاعبا في النادي المصري.
ونظرا لظروف اسريه ان هو كان عائل اسره وقصه كده، وبعدين شقيقه كان مجند وبعدين خرج وبعدين هو دخل وفقا لقانون الخدمه العسكريه. عظيم. فعشان كده هو اتاخر شويه ثم التحق بالتدريب وبعد كده خرج في البعثه المعروفه الى ليبيريا، وحصل المشكله بتاعت عدم التصديق على، وانا قلت لحضرتك في المداخله اللي فاتت ان الجواب اللي سيادتك عرضته اللي هو مكتوب فيه مد سفر اللاعب، وخد بالك من كل لفظ في الجواب لانه احنا توقفنا عند معايشه، لكن في امور في الجواب كانت اهم من كده. انا وهي الجواب مكتوب فيه مد سفر، اذا في علم بالسفر. الجهه الامارات موجوده، النادي موجود، يبقى كل الامور في النور وكل الامور محدده. انا ليه بقول الكلام ده استاذ ابراهيم؟ وخليني يعني اقول جمله مهمه هنا، يعني الشق الثاني من كلامك في البدايه، بعض الناس بتصور او وصلنا الامر، انت قلت جمله جميله جدا واحترمتها في حضرتك جدا، انت قلت انا بشاور فقط. ايوه. لكن عمر ما الاعلام كان جهه تحقيق ولا جهه قضاء ولا استجواب الناس ولا وضع اتهامات، لانه في بعض الناس وصلت الامور الى ان نادي مدن سبورت عدو واحنا برفعت، احنا داخلين في سكه يعني هذا الامر لم يحدث. طيب انا بس مش عايز اروح للحته دي دلوقتي عشان ما نخرجش للتفريعه دي، هروح لها اكيد عشان هسال عليها اكيد، بس انا عايز افضل مركز قوي جوه المنطقه بتاعتي. حضرتك قلت انه اللجنه راحت اتحاد الكوره فاكتشفت انه عقود اللاعبين بتتمضي بشكل اسمه فترات معايشه، فانا سالت حضرتك سؤال، هل تريزيجيه وهل اللعيبه اللي حضرتك ذكرتها دول هم مجندين ولا غير مجندين؟ هم مطلوبين للتجنيد؟ ما هو ليه كده؟ فهمت سؤال حضرتك. هو الـ 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 الشخص المصري او الرجل المصري البالغ وفقا للقانون بيبقى خاضع لامكانيه الطلب بالتجنيد لحد سن 35 سنه. مظبوط. مش 28. مظبوط. فبيبقى تحت الطلب، اسمه تحت الطلب، فطالما انت تحت الطلب يبقى خروجك خارج البلاد القطر المصري لازم يكون باذن من القوات المسلحه. عظيم. طبيعه الاذن ازاي؟ هو ده الواقع، الامر يتعدل ما يتعدلش، دي امور تخص السلطات المنوطه بهذا التعديل. ايوه، ولكن وضعيه المجند عشان الناس ما تتوهش مننا، وضعيه المجند غير المجند، المجند لابد ان يكون ملتزما بقضاء خدمته العسكريه. المجند ليه ميعاد ساعته وتاريخه يسلم نفسه للوحده العسكريه. مظبوط كده، لازم نوضح للناس الفرق ده عشان الناس تبقى فارقه فاهمه هو ليه حصل مع احمد كده وليه وليه ما حصلش؟ لانه هو ده السؤال اللي انا عايز اساله. وهو ده السؤال اللي انا عايز اسال حضرتك عليه، من سمح لاحمد رفعت وهو يعلم تماما انه مجندا وسمح له بالسفر بجواب الى ليبيريا، ثم من بعد الجواب بتاع ليبيريا ما رجعوش تاني يدي التمام وياخد اذن، وما علمته انه التصريح بيخرج باسبوع فقط لا غير، لانه على قوه الجيش. طيب، هو النهارده هناك احنا قدام مستند. ايوه، يعني احنا عشان نقول من السؤال ده تجيب عنه جهه التحقيق اللي شغاله دلوقتي، لن نجيب عنه احنا. سؤال موجه عنه لانه احنا السؤال اكيد حضرتك طرحته. طب. على جهه التحقيق ولا انا بتكلم غلط؟ ما طلبتش منهم ان هم يحققوا ويعرفوا بما انك محامي احمد رفعت؟ بص يا فندم، حتى الان انا في مستندات بجهزها انا بشكل شخصي لاتقدم بها بجهات التحقيق، ولكن في مرحله معينه. الجهات التحقيق دلوقتي او اللجنه المشكله القانونيه وبها مستشارين اجلاء، انا اعلم انهم امام مرحله اسمها جمع المستندات. جمع المستندات يعني مدققه في التواصل، هم امام مرحله جمع المستندات. اللي حصل يا فندم بالظبط ان اللجنه ارسلت خطابات لكل الجهات، واحد اتحاد الكوره، ثم كلفت بالذهاب الى اتحاد الكوره، فذهبوا بالفعل اتحاد الكوره عشان يطلعوا زي ما قلت لك على العقود المباشره. أرسلوا جواب لنادي مودرن سبورت بطلبات محددة يمكن فيها كل مستندات النادي، فيها كل مستندات اللاعب، فيها كل المخاطبات الخاصة بعملية احتراف اللاعب. النادي وما علمته أن نادي مودرن سبورت حضر الملف بالكامل وجهز الملف بالكامل، وقال أنه يعني تحت أمر اللجنة، أعتقد أنه خلال 48 ساعة أو يوم السبت عندي معلومة أنه نادي مودرن سبورت سيسلم اللجنة كافة تفاصيل ملف اللاعب الراحل أحمد رفعت. صحيح. ثم نبدأ بعد كده مرحلة اسمها فحص المستندات بقى. يعني أنت بتجمع دلوقتي. ماشي. وده المفروض الطبيعي. في المرحلة دي أنا هيكون
لي ذهاب الى العاصمه الاداريه الى مقر اللجنه في العاصمه الاداريه للمستشار الجليل اللي هو بيجمع المستندات، وهقدم له ما يعني في جعبتي من اوراق ومستندات وتسجيلات تخص اللاعب احمد رفعت فيما يخص هذه المرحله. لكن لا واحده واحده بقى، حضرتك بتقول تسجيلات، تسجيلات ايه ومع مين ومستندات تخص ايه تحديدا؟ احمد رفعت افندم اثناء مرحله القضاء العسكري احنا طبعا كنا بنتقابل يوميا ماشي، ويمكن يعني ممكن في الفتره دي انا اقعد معاه، وعشان كده لما كنت بقول ان احمد رفعت انسان لامس الخلق مش بشكره كده وخلاص، لما خلال عشره ومعامله وتعامل مباشر انه بني ادم يعني رائع الله يرحمه. فالحقيقه من الواجب اي محامي حياتك لما بيقعد مع موكله بيقول له احكي لي كل حاجه من اول بسم الله الرحمن الرحيم الى صدق الله العظيم. فاحمد حكى لي كل التفصيلات وكل المكالمات اللي اجراها وتلقاها بشان هذا الامر، لان احمد زي ما قلت لك المره اللي فاتت وهو في الامارات تم التواصل معاه من وحدته العسكريه وقالوا له يا احمد اذا حضرتك موقفك. حضرتك قد تكون طوق النجاه الوحيد لاحمد بما انك عندك كل التسجيلات وعندك كل الامور الهاتفيه اللي جمعته وجمعت ما بين كل المسؤولين، وبالتالي استضح موقفه بشكل او باخر، وبالتالي ممكن يكون عندك اجابه على السؤال بتاعي اللي هو مين اللي سمح لاحمد رفعت ان هو يخرج وهو عنده امور لا علاقه بالتجنيد لا تسمح له بالخروج؟ مين اللي سمح له ان هو يروح ليبيريا وهو عارف كويس قوي ان هو ما ينفعش اصلا غير انه يروح يلعب الماتش ده كمهمه ويرجع تاني بعد اسبوع؟ مين اللي سمح له انه يعمل كده؟ مين اللي اقنعه انه ينفع يعمل كده وبعدين يطلع على الامارات ويقعد هناك في الامارات ويقول له وضعك سليم كمل، وبعدين يقول له لا وضعك مش سليم فيرجع احمد ويحصل اللي حصل؟ ممكن افهم من حضرتك؟ طيب. ممكن تجاوبني على السؤال؟ طيب استاذ ابراهيم خليني اقول لك نمره واحد، انا هجاوبك على ما استطيع ان اجيبك، لان طبعا انت عارف ان دي تحقيقات وعارف ان هناك امانه المهنه، لكن هجاوبك على القادر اللي يعطي المعلومه للمشاهد والمعلومه فضل. الصحيحه. اتفضل. نمره واحد، نمرة واحد، كافة هذه التسجيلات وكافة هذه المحادثات قدمت للنيابة العسكرية عظيم في وقعة التحقيق مع اللاعب المرحوم أحمد رفعت في القضية العسكرية. ليه؟ عشان تثبت حسن نيته. صح كده؟ عشان تثبت حسن نيته وتثبت أيوة أنه لم يكن يعلم بالقانون، صح كده؟ لسه كنت أقول لحضرتك ده اللي حصل فعلا، وده اللي خلى النيابة العسكرية الموقرة المحترمة تأكدت تماما بعد الاستماع إلى هذه التسجيلات التي دارت ما بين تحديدا، وعشان قلت لحضرتك هديك المعلومه المتيقن منها. هذه التسجيلات والمحادثات دارت تحديدا بين احمد رفعت وبين وكيله السيد نادر شوقي فقط لا غير. احمد رفعت احمد لا هناك محادثات اخرى ما بين احمد رفعت وبين زملائه في الوحده العسكريه اللي كانوا بيبلغوه خد بالك يا احمد انت عندك مشكله، طبعا انت عارف هو كان مجند وعنده زمايله. ما حصلش اي اتصالات هاتفيه جمعت ما بينه وما بين السيد رئيس النادي في هذا التوقيت النائب احمد دياب؟ ما كانش ده موجود في حزمه اللي حضرتك ارسلته؟ في حزمه المحادثات الهاتفيه اللي عندي لا ما كانتش موجوده، لان احمد كان بيجاوب على احد المسؤولين في النادي او الاداريين في النادي، انا مش يعني مش متذكر اسمه حاليا بس اعتقد اسمه ايمن او الكابتن عبد الظاهر السقا، كان بيقول له ان انا وانا هقول اهو، كان بيقول له بالنص لما بيقول له يا احمد انت لازم ترجع لان الموقف بقى جد خطير. واضح هو كان في محادثات الاول يا احمد في قلق في الجواب، في قلق في التخرج بتاعك، في مشكله هتعمل ايه مع الوحده، هحاول اتصرف معاهم، احاول اكلمهم، انا بحاول احل المشكله في القاهره، النادي بيحاول بكل ما يملك. دي المحادثات، انا بقول لك المحادثات الموجوده واللي قدمت للنيابه العسكريه، النادي بيحاول بكل ما يملك ان شاء الله خير ان شاء الله كذا. هناك مكالمه واضحه وصريحه من قائد وحدته او زميل له في وحدته، مش قادر احدد يعني هو حتى بيقول له بالاسم ما بيقولوش سياده كذا، فما تقدرش تحدد مين يعني. فبيقول له قال له انا بلغت الاستاذ نادر شوقي ان عندي مشكله كبيره ولازم تتحل فورا، واكيد هو هيكلم النائب احمد دياب اللي هو رئيس النادي واكيد هيوصل له الحل، ما تقلقش. عندي بعديها محادثه من احد الاشخاص وهو بيقول له يا احمد الجواب بتاعك طلع من وزاره الشباب والرياضه الحمد لله رب العالمين بالموافقه على انك انت على الاقل عندك 3 شهور تقدر تحل فيهم حالك.
فاطمأن قلب أحمد رفعت، وأنا بحكي لك تفاصيل. فاطمأن قلب أحمد رفعت قال له الحمد لله رب العالمين إنه الأمر كده يعدي، ثلاث شهور نقدر نحل فيهم، نقدر نفهم فيهم، يعني أنا أركز كده في الملعب وأركز في. وهل كان هذا الجواب كافيا لصحة موقفه القانوني اللي اتقال له فيه أحمد جواب الوزارة جه ثلاث شهور؟ بالنسبة لأحمد وهو لا يعلم يجهل بهذا الأمر القانون، أول ما شاف ختم النسب وشاف جواب مكتوب فيه إنه يقدر يقعد ثلاث شهور انفرجت أساليبه أو ارتاح. خلينا نتكلم بنوصل لنظرة الطريقة العامية، يعني طبعًا أنت قاعد مستني جواب، قاعد قلقان، ممكن تترحل في أي وقت، ممكن ترجع في أي وقت. مسؤولين النادي الإماراتي بدأوا يسألوا على زي ما صرحوا، بدأوا يسألوا على أوراقه وكذا، فلما جه الجواب جنب مسألة إنقاذ لأحمد أول ما شاف ختم النسب، هو لا يعرف هو صادر من مين، راجل لعيب كورة، أنت تعلم يا إبراهيم لعيبة الكورة، صحيح هو لا يعرف صادر من مين، هو يعرف ختم النسر وخلاص انا كده هكمل، وان شاء الله بعد الثلاث شهور هيبقى في مد تاني، لانه احمد اطمأن طالما طلع الثلاث شهور فهو اعتقد انه طالما في ثلاث شهور هيبقى في ثلاث شهور تاني الا ان تنتهي مده الاعاره. ماشي، هو ده كان تصوره، ما كانش يعرف بقى احمد واي مواطن، وده اللي احنا قلناه على فكره في التحقيقات يا استاذ ابراهيم، انه اي مواطن بيبقى بالنسبه له خاتم الشعار الجمهوريه ده المصداقيه بتاعته. فانا بالنسبه لي كده حضرتك برضو انا معايا جواز سفر، انا ومعايا الجواب. انا برضو يا استاذ محمد ما وصلتش للاجابه على السؤال حضرتك. تقدر تقول لي مين اللي اقنع احمد يعمل كل الحاجات ديت وهو في الاول وفي الاخر على جهاله بالقانون بطبيعه الحال، لانه لعيب كوره هيثق في الكلام اللي هيتقال اللي هيتقال له؟ مين اللي قال له روح وما ترجعش واطلع على هنا واطلع على هنا؟ وهل ده موجود في التحقيقات؟ يا فندم نعم. اثنين يا استاذ ابراهيم. نعم يا فندم. الاستاذ نادر شوقي. اثنين شخصين. اثنين اجابه محدده، هجاوبك اجابه محدده. شخصين، الاستاذ نادر شوقي والاستاذ احمد دياب. الاسمين دول، الكابتن نادر شوقي والنائب احمد دياب. ايوه عظيم. الاثنين دول، هل التحقيقات كابتن نادر شوقي، لان كابتن نادر شوقي لو سمحت لحظه طب. كابتن نادر شوقي استقال الطائره الخاصه التي ركبها احمد رفعت وتوجه الى الامارات. عظيم. بناء على ايه احمد بناء على ايه نادر شوقي تحرك؟ هل تحرك من عندياته ولا جاله اوامر او جاله زي معلومه انه توكل على الله امشي؟ ما هو نادر مش هياخد بعضه ويمشي، عليه مسؤوليه ما اختلفناش. لا. بس هو هيمشي لوحده ازاي؟ بما ان حضرتك عارف عن احمد كل حاجه. تمام، اللي حصل بالظبط انه كان التصريح بتاع احمد لسه عنده خمس ايام كمان. انا اقول لك اللي حصل بالظبط. ايوه. اقول لك اللي حصل بالظبط يا استاذ ابراهيم، اللي حصل بالظبط في ملحوظه الناس كلها ما تعرفهاش. معلومه مهمه قوي. الوقت اللي احمد جاله فيه العرض، الوقت اللي احنا جاله فيه العرض بتاع الاتحاد الاماراتي وهو سنه خلاص يعني انت عارف 29 وكده، وكان عرض جيد جدا وماليا واحتراف وحاجه محترمه، وكان الراجل نجم، كان القيد في الامارات على شفا انه يقفل. ايوه. قيد اللاعبين في الامارات اعتقد في حدود 24 ساعه. أيوه. او 48 ساعه. ايوه. فكان الكل، ودي الحقيقه استاذ ابراهيم الحقيقه، فكان الكل بيتسابق. يعني طبعا انا ما بفترضش ابدا سوء النيه، بحب افترض في كل الاشخاص حسن النية. الكل كان يتسابق لمساعدة أحمد رفعت. ماشي. كويس، باعتبار إنه قيد الولد 29 سنة أو ما إلى ذلك، آخر فرصة احترافية، عقد كويس جدا، عقد محترم جدا، رقم كويس جدا. كرئيس النادي والأستاذ نادر شوقي كوكيله، اتفق الاثنين إن أحمد رفعت يطلع الإمارات على أساس إن إحنا عندنا خمس أيام نقدر نستخرج فيهم قرار بمد سفره للامارات. اذا خروج نادر شوقي حضرتك عايز تقول انه كان بالاتفاق مع رئيس النادي وقتها، صح كده؟ امال طبعا، امال هيكون ازاي؟ طيب عظيم. ما هو اي بيع اي لاعب او اعاره بناء على موافقه رئيس النادي ووكيله. بالظبط كده، هي نقطه بديهيه يعني.